يأتي هذا في الوقت الذي نفى فيه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد أرواني دعم بلاده لأنشطة الحوثيين في البحر الأحمر. وقال أرواني في رسالة إلى الرئيس المجلس الأمن، رئيس الدوري لمجلس الأمن، قال إن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، متهما الولايات المتحدة باستخدام منصة مجلس الأمن لاتهام دول أخرى. من بروكسل تنضم إلينا الباحثة في الشأن الإيراني منى السلاوي. أهلا ومرحبا بك معنا سيدة منى. دائما نستمع بأنه لا دعم إيراني، لا علاقة لإيران بقرارات أذرعها، وهنا نتحدث عن الحوثي، ولكن على أرض الواقع نحن نعرف بأن هناك ومثبت وبالأدلة بأن إيران تدعم حقيقة الحوثيين بالأسلحة وأيضا بالنفط وبمردود ذلك ماديا عليهم. كيف من الممكن أن تكون هذه الاتهامات من قبل واشنطن ومن قبل المجتمع الدولي ذات جدوى تجاه إيران؟ تحياتي لك وللمشاهدين. في النهاية النظام الإيراني في العادة لديهم نوعان من الخطاب، الخطاب اللي يوجهونه إلى الدول الغربية أو المجتمع الدولي، فيها في العادة ينكرون تدخلهم في شؤون دول أخرى، ينكرون مثلا إعطاهم مسيرات لروسيا للهجوم على أوكرانيا، ولكن في النهاية نرى أن هناك تصريحات أخرى من مقامات يدل أنه بالفعل هناك الدعم. مثلا في شأن الحوثي، خامنئي في أحد خطاباته يقول: مع الأسف الشديد الحوثي عايش في الحصار، إذا لم يكن الحوثي في الحصار لقدمنا لهم أجود أنواع الصواريخ وليست صور ما قدموها على أساس أنها صواريخ إيرانية. يعني خامنئي هنا أما يدعي الجهل ويقول أنه لا يعرف أنه هناك يصل للحوثي الأسلحة والمصادر والأموال الحوثي، أو يريد في النهاية أن يقول أنه هو بالفعل دعم للحوثي، وفي النهاية هو هنا يأتي ويدل أنه هناك إرادة موجودة من قبل النظام الإيراني أن يقدم التصليحات للحوثي. المشكلة في الحقيقة أنه الجميع يعرف أنه إيران لديها علاقة، والدليل على ذلك قبل 3 أشهر كانت هناك مذاكرة، يعني كانت هناك مفاوضات سرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في عمان، مشان يتواصلوا إلى ممكن حل لقضية الحوثيين، وهذا في النهاية لم يساعد إيران، لم يساعد على تراجع إيران في دعمها للحوثي. على العكس من ذلك، القنوات المرتبطة بالحرس الثوري والجرائد المرتبطة بالحرس الثوري قاموا يستخدموها لصالح البروباغندا الإيراني، فبدأوا يبينوا للأمر كأن المجتمع الدولي عاجز على تعامل مع الحوثي، والآن جاءوا إلى الإيرانيين حتى يوقفون الحوثي عند حده. ولكن المصادر يقول أن الدعم الإيراني يفوق كثيرا اللي حتى الآن في الواجهة، من رواتب الشهرية للحوثيين إلى الدعم الفعلي للأسلحة، نقل أيضا العلوم والتقنية، صناعة بعض هؤلاء بعض تلك الأسلحة، بالإضافة الأموال اللي ترسل إلى الحوثي من خلال النفط اللي تقدم. في النهاية النفط الإيراني لا يتم بيعها بشكل نظامي بسبب الحظر الاقتصادي، كثير من القادة الحرس الثوري هم مدخلين في هذه القضية، ليس فقط أنه الأموال لا تدخل إلى ميزانية الحوثي، أيضا كثير من الأموال لا تدخل في ميزانية الإيرانية، وكثير من النفط تخرج بدون ما ترجع أوائلها إلى الميزانية الإيرانية، ويتم تصريفها للدعم المجموعات الموجودة، الدعم للجمهورية الإسلامية من حزب الله والحوثي اليمني. نعم، كباحثة في الشأن الإيراني، عندما نتحدث عن مبالغ مهولة تقدم من إيران إلى اليمن وتحديدا إلى الحوثي، لكننا على أرض الواقع لم نسمع يوما عن مؤسسة لرعاية جانب صحي، خدماتي، بناء مدرسة، أي شيء
يساعد اجتماعيا وإنسانيا، وإنما دائما يتركز الحديث وجل المساعدات التي يتم أن نصفها بمساعدات تأتي من إيران في إطار تقوية الحوثي، في إطار زيادة ترسانة العسكرية. ما الذي تريده إيران من اليمن حقيقة عندما نقرأ ونراقب هذه التحركات داخل البلاد؟ ليست فقط يمن، يعني حتى في القضية العراقية تدخل إيران في العراق وفي اليمن كانت فقط لبناء جيوش تابعة لها، ولكن عندما نرى أن الوضع حتى الجنوب العراقي اللي لديها أكثر حاضنة شعبية لإيران سيئة جدا، لا نرى أن إيران أسست هناك جامعات أو أسست هناك مصانع، العكس من ذلك إيران بمنعها دخول المياه من إيران إلى العراق للمياه الحدودية، دمرت الزراعة العراقية ومنعت الزراعة العراقية حتى يجبر الحكومة العراقية يشتري الخضار الإيراني، يعني هذا الجار حق الجار، هكذا يتعاملون مع العراقيين كل سنة في موسم الصيف، يعني حتى قاموا يستخدمون المياه كسلاح ضد العراقيين في حال لم يقوموا بانتخاب أشخاص محسوبة على النظام الإيراني. يعني في اليمن كذلك هم ليست لديهم أي نوايا لمساعدة اليمنيين أو تقدم اليمنيين، حتى تقنيات اللي قدمت اليمنيين فقط تقنيات للسلاح حتى يستطيعون على حساب الشعب اليمني يمشون خططهم في المنطقة. سيدة منى، عندما نتحدث بأنه ما تقدمه إيران مبالغ كبيرة، مخصصات كثيرة، وربما نتحدث بمليارات الدولارات، عشرات المليارات من الدولارات إذا ما أحصيت هذه الأموال، في ظل معاناة وصعوبة في المعيشة في الداخل الإيراني وشكوى مستمرة ومظاهرات لطالما شهدناها في هذا الشأن، والمطالبة من السلطات بعدم التدخل وتخصيص هذه الموارد لمصلحة الشارع، إذن السؤال: ما القدر والحجم الذي تحصل عليه إيران كاستراتيجية إيرانية من جراء هذه المبالغ الطائلة وهذا الصرف الطائل الذي تمنعه عن شعبها من خلال دعمها لأذرعها ولهذه الميليشيات في المنطقة؟ فعليا هل تجني حقيقة ما تريده استراتيجيا وهي تضحي بكل هذه الأموال وهذه المقدرات لذلك؟ يعني لنرى هدف الحكومة الإيرانية، هل هي بالفعل تعطي حياة كريمة ورفاهيات للشعب الإيراني أو استمرار النظام أو الثورة الإسلامية الجمهورية الإسلامية على نموذجهم؟ يعني لأنه بالنسبة لخميني وكل قادة حالية للنظام الإيراني كل شيء يجوز، يعني عمل أي شيء يجوز حتى يستمر هذا النظام، يعني حتى قبل قاسم سليماني في بعض من القادة الحرس الثوري كتبوا رسالة لخامنئي وقالوا له نحن حتى في حرب السورية نحن واقفين وقوف غلط، يعني نحن من المفروض ما نكون داخل هذا الحرب ونحن نقوم بسفك دماء المسلمين، يعني في أحد القادة الحرس كان يقول نحن كنا نضرب السوريين وكان أظن صبح كان من الجوامع يخرج، يعني كان بعض من الحرس حتى كانوا حاسين بتأنيب الضمير، ولكن بالنسبة لخامنئي كان هذا الحرب مبرر لأنه هذا كان حفاظ على النظام السوري، يعني وهذا يعني تجنب احتمالية دخول إيران في حرب مباشرة مع هم يتخيلونها أمريكان، فلذلك يريدون أن يدخلون جميع الدول الجوار في حرب مع ممكن أطراف أخرى حتى يتجنبون الحديث عن إيران، يعني حتى إيران تستخدمها أنه في حال قام الهجوم على إيران تحول المنطقة إلى منطقة صراع يعني مليئة بالحروب حتى تتجنب الدول الغربية حتى تفكر أن تهاجم على إيران. لذلك بالنسبة للنظام الإيراني هذه تكلفة حفاظ على النظام، ولا يهم إذا الشعب يموت جوعا، كما لا يهم قائد كوريا الشمالية أن شعب كوريا الشمالية ميت جوعا. من بروكسل كنت معنا الباحثة في الشأن الإيراني منى السيلوي، شكرا جزيلا لك.